الارقام اللي يكون عند علم، فخلينا نسمع من عندك. من 2003 وقف القرار. ما نفذوا ما بدون تفعيل، واحنا انا تفعيل القرار واحنا بيوتنا صار لنا 50 سنه قاعدين. ومن شروط القرار التمليك وقته وبدون بدل للاملاك. القرار مو سهل يعني حقيقه في موضوع الارض والتمليك، لكن احنا راح نبتدي بالخطوات القانونيه الصحيحه. نتشرف بكم أهلنا ومواطنينا أهالي نينوى وبالتحديد من منطقة الأربجية. طبعا استلمنا طلبكم المشروع طبعا، وباعتباري نائب عن نينوى وأمثل كل أهالي نينوى في أي مطلب باعتبار إحقاقا للحق، فمن منطلق مشروعية هذا الحق ارتأينا أن نلتقي بكم في بناء قائم قامية قضاء الموصل وبحضور السيد القائم قام. المشكلة الأساسية بالنسبة لكم هي عدم تمليك الدور اللي أنتم تشغلوها حاليا وساكنين بها. لمن صدر القرار من مجلس قيادة الثورة آنذاك المنحل بتمليك الدور لشاغريها لساكنيها، واستثنوا منها في ذاك الوقت الكرد. الآن نعيش في ظل وجود دستور. هذا الدستور يقر بحقوق المواطنين كردا وعربا وتركمان ومسيحيين وكل المكونات على أساس القانون. نحن يعني نعتقد بأنه لكم كامل الحق في تملك هذه الدور، وهذا طلب رسمي طبعا. و تسهيلا للأمر اعتمدنا على هامش من عندنا وعلى هامش من السيد القائم قام، وهو راح يبدي من بالإجراءات من الغد بإجراء ما هو مطلوب من الناحية القانونية من حيث وجود المسوحات وإلى آخره. أيضا يعني نؤكد لكم بأنه سوف نأتي بنتيجة مرضية لكم قريبا جدا. احنا راح نتخذ كل الموافقات، راح ناخذ كل الموافقات من حكومة نينوى المحلية في كل ما يتطلب الأمر ذلك، وفيما يتعلق بوزارة البلديات ومجلس الوزراء فهذه المهمة ستكون على عاتقنا نحن، وبالتحديد أنا أتحمل هذه المسؤولية. ومن واجبنا القانوني وحتى الأخلاقي أن نتحمل هذه المسؤولية إحقاقا للحق. اليوم إن شاء الله بعد حضور السيد النائب والطلب المقدم إلينا رسميا سنجري مسوحات، نؤكد المسوحات ونصادقها في المناطق، والكثير منكم مسجل رسميا لدينا في بلدية الموصل. سنتوجه إلى مجلس القضاء أولا بموجب القوانين المعمولة لدينا، إذا ما كان هناك صلاحية لنا بإذن الله سنمضي في الإجراءات لتسجيل هذه الدور وإعطائكم سندات رسمية واعتبار المنطقة من ضمن المركز، أسوة بالدور الموجودة للأخوة من القوميات الأخرى العرب والتركمان وبعض المواطنين الذين سجلوا دورهم في نفس الأرض وفي نفس القرار. ما حصل حقيقة تقصير ليس من قبلنا فقط، وإنما حتى من قبلكم بعدم المراجعة مثل هذا اليوم والالتزامكم. كان تذهبون إلى قد يكون إلى البلدية وإلى الجهات غير معنية بإصدار القرارات، ولكن وصولكم اليوم إلى السيد النائب والمكان الصحيح بإذن الله ستتم الإجراءات بأسرع وقت، وسنأخذ رقم هاتف ممثل عنكم والسيد النائب أيضا نتواصل أول بأول، وإن شاء الله بعد ساعة سنبدأ بمفاتحة بلدية الموصل لتزويدنا بالمسح والتخطيط العمراني ومصادقتها ضمن التصاميم، ثم نبدأ إلى إجراءات الأخرى في موضوع التأكد من الفرز والذهاب إلى قرار من مجلس القضاء أو مجلس المحافظ إذا استوجب، والذهاب للتسجيل العقاري لتسجيل دوركم وفق القانون، وهذا حق مشروع تأخر قليلا ولكن بإذن الله ستكون النتائج مرضية لكم.